تبارك الرحمن، تبارك الله، تساقطات مطرية ثلجية، يعني شايفين الثلوج في غابات مدينة إفران الجميلة. طبعا هو لسه بادي دابا، يعني دابا بدأت تتساقط الأمطار الثلجية والثلوج، وطبعا أجواء أوروبية في أراضي مغربية، أجواء أوروبية فعلا في الأراضي المغربية. والله تبارك الله، تبارك الرحمن، شايفين يا جماعة الجو، شايفين الأشجار، شايفين التساقطات الثلجية. في البداية نقول يا رب بالخير على هذه الأرض، بالخير والأمان على هذه الأرض الطيبة، بالخير والأمان على أهلها. يا رب يعطينا خيره ويكفينا شره، يا رب يا رب يعطينا خيره ويكفينا شره يا رب. شايفين جمال الطبيعة وسط الثلوج وتساقطات الثلوج في طريق وغابات مدينة إفران الجميلة، المدينة الرائعة العالمية، المدينة الأوروبية. هنا الأجواء في المغرب يا جماعة أجواء عالمية، أجواء أوروبية فعلا. ما تسخاش لو جيت المغرب، ما تسخاش انك تسيبه ولا تروح بلاد تانية، ولا تتمنى انك تكون موجود في بلد اخرى غير المغرب، اللي تعود على هذا الجو وهذه الاجواء الرائعة في هذا الوطن الغالي ما يسخاش ابدا بهذه الاجواء، وما يسخاش هتسخى بطبيعة بحال هكا واجواء بحال هكا. يعني يا جماعة برغم ان الاجواء يعني هنقول فيها امطار، ولسه الامطار في بدايتها، يعني لسه ما فيش غزارة في الثلوج، ولكن انت في الطبيعة عايش حياة بحال انك انت في اوروبا بالظبط. والله والله عندي المغرب اجمل مليون الف مرة من اوروبا. عاشت المملكة المغربية الشريفة، وكلنا تحت شعار واحد، الله الوطن الملك.